اكتشاف وتدمير عدد 31 نفق على الحدود مع قطاع غزة. واللي يجب ان احنا نبقى فاهمينه في موضوع الانفاق ان النفق يبدأ عادة من احد المنازل في قطاع غزة، بينزل على اعماق كبيرة قد تصل الى من بعضها من 10 إلى 20 متر في العمق، وتنتشر عبر من الأعماق عبر الحدود المصرية، وده بيسمى نفق رئيسي. ثم ينتهي بالنفق الرئيسي، وده شكل اسطواني بيكون حجمه كبير، بغرفة توزيع. غرفة توزيع دي اللي ممكن يتاخد منها فتحات خروج من النفق. فتحة خروج داخل الأراضي المصرية بيكون عبارة عن فتحة ممكن تكون داخل دولاب في أحد غرف النوم، ممكن تكون موجودة داخل أحد المدارس، ممكن تكون موجودة داخل المطابخ، وبالتالي بأصعب رصدها. أنا حبيت أدي هذه المعلومات. عدد الأنفاق الرئيسية الموجودة على حدود مصرية مع قطاع غزة 225 نفق، وده معناه أن كل نفق ليه من حوالي من 2 إلى 3 فتحة خروج، يدينا رقم تقديري في حدود 550 إلى 700 نفق أو فتحة نفق. أيضاً تم مقتل وإصابة عدد 33 فرد من العناصر الإجرامية خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة والشرطة المدنية، وإحنا حريصين في العمليات إن ما يكونش هناك أي إصابات أو أي قتل، ولكن نحن نستخدم السلاح فقط ضد من يبادر باستخدام السلاح ضد أي فرد مصري أو ضد القوات المسلحة والشرطة. 32 قتلى ومصاب واحد. تم ضبط عدد 38 فرد من العناصر المشتبه بها، وهؤلاء تم تسليمهم إلى مديريات الأمن لإجراء التحقيقات الأولية، ثم نقلهم إلى جهات قضائية مختصة لاستكمال التحقيقات لاستبيان العناصر المتورطة. وأحب أشير أن في رقم آخر إضافة إلى 38، هناك أيضا 20 تم الإفراج عنهم، وبالتالي نحن نبحث عن العناصر المتورطة فقط.